شعبنا العظيم، كما وقفنا صفا واحدا في حربنا على وباء الإرهاب، وانتصرنا عليه بفضل الله وصبركم ودعمكم اللامحدود لقواتكم المسلحة، وقدمنا في سبيل ذلك تضحيات جسام، نجد أنفسنا اليوم أمام حرب أخرى ضد وباء من نوع آخر، وباء لا يرى بالعين المجردة، تتطلب محاربته التعاضد والتكاثر وبذل كل ما نستطيع، عسكريون ومدنيون. عليه وحرصا على تجاوز هذه المحنة، نطلب منكم التقيد بقرارات وإجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعدم الخروج من منازلكم، تطبيقا لحظر التجول من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا.